بس كان شديد. تمام، ما عنديش مشكلة، زي ما هو كان شديد عليا أنا بقى شديد على عيالي. أنت قلت كده والدنيا اتقلبت، قامت ما قعدتش. ما هو عشان كده أنا ما بي... أنا بقول اللي عندي اللي جوايا، مش بقول اللي يعجب، أنا بقول اللي جوايا اللي أنا مقتنع بيه. اقتنع. حبيت شدته عليك لدرجة إن أنت ممكن تبقى شديد جدا مع أولادك فعلا، ولا سامحته في الشدة لدرجة إن أنت ما بقتش حاسس إنها مؤذية؟ لا أنا ما سمحتوش، لأن أنا ما كنتش زعلان منه. أنا ما كنتش زعلان من أبويا، ده أبويا ده عندي حاجة كبيرة يعني. في طفل بتضربه وما بيزعلش؟ لا أنا ما كنتش بزعل، لأن أنا غلطت وكنت بشوف إن الغلط ما بيتكررش تاني لما كنت بعمل كده. وأنا هو بيضربني عشان ما بيحبنيش، ولا بيضربني عشان يقومني؟ طريقة غلط للتعبير عن الحب. أنت مش شايفها غلط من وجهة نظرك، ومستعدة تضرب ولادك من وجهة نظرك. من وجهة نظر يا جماعة هو أنتوا ليه بنختزل المواضيع؟ ليه بنوصل للإكستريم؟ يعني ليه يعني يضرب ولادي؟ يضرب ولادي يعني همسكه كربجه ولا اعذبه؟ الموضوع ده مش ده اللي كنت تقصده لما قلت هبقى شديد مع ولادي. هبقى شديد او انا الموضوع ده ضرب؟ قلت هبقى اب شديد جدا. لان انا عايز ابني يطلع كويس، عايز ابني يطلع راجل، عايز ابني يطلع فاهم الحياه، عايز ابني يطلع جدع، عايز ابني يطلع مش كلمه توديه وكلمه تجيبه، ما يخش في سكه مش سكته. ان انا بحب ابني فعايزه يطلع راجل، ولا انا بقى راجل بقى كل واحنا اصحابه وحبايبه؟ طب مش ممكن نبقى كل واصحابه وحبايبه ويطلع احسن ما انت عايز؟ لا لا لا، كل الشده بتعلم كل اصحابه وحبايب في مرحله معينه. الشده بتعلم اكتر من الحب. ما انا احبه، ما في حد. وانت هتبقى هتحن على ابني اكتر مني؟ لما تبقى ابوه احسن انت بقى، خده ربيه انت بقى. لا ما بلاش ناخد ادوار. طب ليه الدنيا قامت ما قعدتش لما انت قلت انا هبقى اب شديد جدا؟ لا ما هو قامت وما قعدتش. فين مين قامت وما قعدتش؟ لما في ناس قالوا ان كلامي صح، وفي ناس قالوا ان كلامي غلط. حقك تقول تشوف ده صح وغلط، كل واحد ربي ابنه زي ما عايز. التربويين قالوا ان كلامك مش صح. خلاص بقى صعب، انا بربي ابنك انت ولا بربي ابني؟ مش فاهم. ربي ابنك زي ما انت عايز، انا قلت لك حاجه. هتيجي تعلمني انا ربي ابني ازاي؟ هتيجي تعلمني ربي ما تعلمني بقى ادير بيت ازاي؟ علمني بقى اصرف ازاي؟ لو حد متخصص يا عوضي ما تحبش ان هو يقول لك او يديك فكره متقوليش الطريقه الامثل لتربيه ابنك؟ لا ما تقوليش ده كلام كتب وانشا، ده انا هشتريه منك.